وربنا سمح ان انا اروح الدير واقضي في الدير اوقات ممتعه جدا. قضيت 4 سنين في الدير ثم 7 سنين ككاهن، راهب كاهن في الخدمه قبل الاسقفيه. وتبدا الخدمه ومسار جديد وحياه جديده لو صح التعبير. علشان كده انا كنت بقول انه تاريخ المسيحيه في مصر هو تاريخ طويل جدا وممتلئ بالصعاب، وكان ممتلئ دائما بالتحديات، بل هو طريق آلام تاني بعد طريق آلام سيدنا المسيح. ومش عارف الكلام اللي أنا بقوله ده يعني يلقى قبول ولا لا. أنا هقول لحضرتك بصورة لطيفة قوي خلاصة التاريخ المسيحي في مصر. كما أن في مصر 3 أهرامات وهي معبرة ومميزة للتاريخ المصري، توجد 3 أهرامات في التاريخ المسيحي. الهرم الأول أن كنيسة الأسكندرية قائدة التعليم اللاهوتي في العالم، ويوجد في التاريخ ما يسمى بمدرسة الأسكندرية اللاهوتية. مدرسة الأسكندرية اللاهوتية دي أسسها القديس ماري مرقس، ودي كانت بتقوم على شرح الكتاب المقدس وتقديمه للمؤمنين. الهرم الثاني هرم الاستشهاد، فكنيسة الأسكندرية قدمت أعداد كبيرة من الشهداء من كل النوعيات، أطفال وشباب وشابات ورجال ونساء ومسنين، ولذلك تسمى كنيسة الشهداء. ثم الهرم الثالث هرم الرهبنة. يبقى الهرم الأول اللاهوت، هرم الاستشهاد، هرم الرهبنة. الرهبنة نشأت على أرض مصر وامتدت من مصر للعالم كله، وكل العالم يدين للرهبنة للقديس أنطونيس الكبير. والقديس أنطونيس فلاح من قمن العروس في بني سويف، دي البداية بتاعه، وبداية جميلة قوي. هو كان من أسرة ميسورة الحال، كان عندهم 300 فدان، ولغاية النهاردة في الخرائط الزراعية حوض الراهب متسمى باسمه يعني. فدول المعالم الرئيسية الثلاثة في تاريخ الكنيسة المصرية: تعليم، استشهاد، رهبنة. تعليم واستشهاد ورهبنة، وتستمر دائما بأنها تعليم واستشهاد وتضحيات ورهبنة وما إلى ذلك.